أبو نوار إيش قال؟ قال إنك بخير إن شاء الله. الحمد لله بفضل ربنا، بس أنا بسألك إيش قال على وجعي؟ ما قال شيء، المهم السل؟ الحمد لله على كل حال. المهم ايش صار في جواز رضوان؟ لسه ما سوينا شيء. لا يا ريت تستعجل يا أمينة، بدي ألحق أطمن عليه. بلاش من هذا الكلام يا شيخ، الموت علينا حق يا أمينة. المهم نلحق أمانينا ولا لا؟ بدي أطمن عليه قبل ما يلومني التراب.